جولة في حي فيلل حي قناة السويس في دور فؤاد أو المعروف بحي الفيلل الفرنسي وحي مبني على الطراز الفرنسي. الحي هنا اللي اتعملت فيه مسلسل ليالي أوجيني. مباني شكلها جميلة جدا. ومربع كامل. مكان جميل. كل البيوت فيها هي نفس الستايل تقريبا. بس انا مش عارفه فين بقى الحته بالظبط اللي كانت فيها الفيلا بتاعت ظفر العابدين. يا ترى ظفر العابدين هنا؟ نسلم عليه بس. والمخبز بتاع مش فاكره كان اسمها ايه كان بيروح لها عزيز. ماريا تقريبا. بحس ان المباني القديمة بيبقى زي ما تكون بتحكي حكاية أو يعني شاهدت حاجات كتير فعندها قصة تقولها لو هتتكلم يعني. حلو المبنى في الوش ده. بالله 64 على 1. عايزة أسأل الناس هنا فين المكان بالظبط بتاع المسلسل.
بس ما حدش عارف حاجه. يعني سالت محل مش عارف حتى اسم الحي. الورد الاصفر ده الملحوظة هنا ان كل الناخي المرشحين لمجلس الشيوخ شباب صغيرين كتير جدا وبنات كتير جدا. واضح ان الحياة السياسية في بورسعيد قوية غير القاهرة واسكندرية. يعني في مثلا حوالي 4 من 5 مرشحات وفئاتهم العمرية تكون من 30 ل 40 بكتير، والشباب الولاد الشباب الرجالة يعني برضو فئتهم العمرية صغيرة جدا يمكن من 25 كمان. فواضح ان الحياة السياسية هنا اقوى من الحياة السياسية. احنا مكبرين دماغنا بقى في اسكندرية ولا ايه؟ مش فاهم. احنا في اسكندرية كلهم نفس الوشوش القديمة، نفس الناس العواجيز. شباب اسكندرية تقريبا هاجر كله. المشاركة النسائية هنا في الانتخابات أعلى كتير. في اسكندرية تقريبا هما 2 أو 3 بالكتير، وهنا المدينة صغيرة يعني مش كبيرة زي اسكندرية. لكن دول بيجروا من كلب ولا ايه الموضوع؟ طب عرفوني بتجروا ليه عشان اجري. منظر تحفة بصراحة، مريتها جميلة جدا. أي واحدة من المرشحات صورها كتير قوي. رانيا السادات يعني اعتقد انها بكتير تكون 35 مثلا. هي هنكمل لحد الميدان ده. انا مش لاقي الحته بتاعت اوجيني برضه. وكانوا مفضيين المدينه ازاي؟ المدينه زحمه جدا يعني وقت التصوير كانوا ازاي الدنيا كانت فاضيه قوي كده بقى. تقريبا كده هو ده نهايه حي الفيلل الفرنسي. المسلسل بتاع ليلي اوجيني كان بيتصور تاني حته بقى بالظبط في الفيلل اللي هنا دي. ايوه كان في مسلسل معمول هنا في المكان ده. فيلا تهدد؟ ليه كده بس؟ شكرا. الفيلا تهدد يا جماعه. يلا
هما غالبا مش عارفين ان كان في مسلسل معمول عن ليالي اوجينيف في دور فؤاد. يعني هما عايشين في المكان ومش عارفين ان في مسلسل كامل اتعمل عنه. اتهدت يا خسارة. زرع بس مش مهتمين بالجنينة، يعني حشائش ما شاء الله، بيت أشجار مش حشائش. طب فين المخبز بتاع ال اروح اشرب عندهم حاجة واكل كرواسون؟ اوكي يا زغنطوطة. بعدين كلهم شبه بعض وكلهم فيهم شجر ياسمين، فحس ان انت وصلت لنفس المكان مرة قبل كده، يعني زي المعادي كده تلف تلف وترجع لنفس النقطة دي. عندهم ناس بتنده في المايك تعمل دوشة زي عندنا. المسجد الكبير اهو، حتى محدش عارف اسم المسجد ايه. دي اول صلاة جمعة من العاصفة تقريبا من مارس اللي فات، كانت في بور فؤاد. يلا الحمد لله، ذكرى حلوة. بالله 67 على 1، احنا كنا عند 64. المعدية اللي بتنقل من بورسعيد لبور فؤاد، او يعني بتنقل من قارة افريقيا لقارة اسيا، مجانية، فحاجة ظريفة قوي. بتطلع فيها العربيات والاشخاص والاتوبيسات وبتنقل ده مجانا، خدمة ممتازة. حلو منظر المأذنة. اروح عند المسجد عشان اخد المعدية وارجع لبورسعيد. معدي الشارع عند المسجد، فانا جغرافيا المفروض اكمل زي ما انا كده. فين الميدان بتاع المسجد؟
ورا صح كده. طيب خلينا نكمل الناحية دي ونوصل على المأذنة الطويلة دي. كلهم صغيرين كلهم شباب. هاي البركة في الشباب لعله خير. في نوع سمك هنا قالوا لي اسمه لازم نجربه، ده الموسم بتاعه، مش عارفة اسمه ديسيسة ولا حاجة غريبة كده. فهناكل أكلة سمك قوية ونعمل ريفيو عنها إن شاء الله. كده انتهى الحي الفرنسي.